دراعي راسمالي اتصاب. بطل يا اخويا ولولة زي النسوان، ده حته خربوش. متصاب؟ متصاب يا ست، يعني ما اعيطش. والله العظيم يا سيدي الناس، انا ماليش دعوه، انا كنت جاي اعمل مصلحه وطلعت مصلحه مايله على دماغه. حل موضوع دراعك واديلي. وانا مالي بس؟ سمعت. حاضر. ابني لا، والنبي ربنا يكرمك ويسترك يا سباب. لابني لا، انا فواتك قبل كده، بكره الصبح ما اشوفش وش حد فيكم في الحاره. اروح فين يا سباب؟ ما اعرفش حته غير انت. بتقولي حاجه؟ لا ما بقولش. حاضر. وعاد بيتك يجيني قبل ما تغوره. ما حلتش غير يا سباب. هو ولا محروس ابنك؟ لا يا اخويا، خده في داهيه. وانا عشان الجيره والعيش والملح اللي ما عداش عليكم، انا افصل البيت واديك حق. كلك اصول يا اخويا، كلك اصول. وانت بتعملي ايه هنا؟ وانت مالك ومالي؟ اقرب لك ايه عشان حاشر نفسك في حياتي كده يا اخي؟ ملعون قوي الخوف اللي انت معايشنا فيه ده. رزمنا يا بنت وكلمي عادل. كنت بجيب له دم، واحمد عارف ويعلم انك هنا. انطق يا بنت بدل ما انطقك. لا، تيجي على البيت. انت مالكش حكم عليا. انا هعرفك حكم عليك ولا لا. يلا قدامك. قدامي على البيت. افتحي الباب يا توحة، شوفي مين. ايوه الله، بالراحة هتكسر الباب يا اللي. ايه ده؟ كولي بنتي، في ايه يا توحة؟ ايه اللي بتعمله ده يا بابلو؟ بابلو في ايه يا اخوي؟ اسألي بنتك. انت مالكش ضرب عليا، فاهم ولا لا؟ اخلص يا بنت، انا بكلم امك عشان لو مش عارفه تظبطك اظبطك على القبله. وانت مالك يا اخويا مستقوي القلب علينا كده ليه؟ ولا كمان عشان احنا ولايه؟ ايه يا سيد، دي نور يا اخويا زي اختك الصغيره. اختي الصغيره كانت بتداوي الواد اللي كان عايز يقتلني. يا لهوي، انت رحت لهم تاني يا بنت العبيطه؟ شفتي بنتك؟ ادي اخر تربيتك ودلعك. كيمو ما عملكش حاجه، انت اللي راجل مفتري. انت ليك عين تتكلمي يا بنت؟ حقك على راسي انا يا سيد. وانت بتحقي له ليه؟ ده دخل يتهجم علينا. اسكتي انت خالص. سيبيها يا ست سكر عشان ابقى جبت النهايه وتبقى منتهيه. ده اخر مره لاختك. ولو انا محتاها مع الواد ده تاني هحسبها معاه. واللي هيكره فيها هيكره فيها. ومين بقى ان شاء الله اللي هيسيبك تمس شعره منه؟ أنا بلغتك يا ست سكر عشان أبقى عملت بأصلي، وبعد كده بنفذ وأنتوا عارفين. بابلو آخره فعل مش كلام. استنى هنا خد. اخرسوا بقى، اسكتوا، كفاية اللي أنا فيه، كفاية بقى، حرام عليكم، كفاية بقى يا أولاد الصرمة.